الموضوع مو مثل ما يعني مع كل الأسف أنه الطروحات تكون يعني طروحات غير واقعية، وهم أكثر قربا من مثلوه يعني نائب عن الشعب أنه هو قريب إلى القرار، قريب إلى الخطط الاستراتيجية، قريب للحدث، يعرف الأمور شلون جاي تدير. يعني من سمعت السيد صادق يقول أنه وزارة النفط بيش تقصيره واحدة احنا من نقول وزارة النفط قصرت. حبيبي ما نجحت بملف استثمار الغاز. لا بس اعطينا مجال مثل ما انت تكلمت. يلا جاوبني، عندنا غاز لو ما عندنا بالعراق. بس اعطينا مجال. طيب صادق خلي يجاوب. اعطينا مجال. انا احكي على باطن الارض لو احكي على المعطيات الواقعية هسه. نعم. انا احكي على المعطيات الواقعية. يلا تفضل. التعاقد الأولي أنت من تقول لي أنه جذب الاستثمار في وقتها لوزارة الكهرباء، الشركات اللي تعاقدت على محطات توليد غازية وإحنا ما عندنا غاز، فشيء بسيط. نعم. ما حسبت حساب أنه شلون راح نزودها بالغاز. راح يعني الشغلة كانت من البداية هي محسوبة لاستثمار خارجي. نسلم نحدد سمي الاشياء. تريد تقول استثمار خارجي يقول لي محسوبه من البدايه لايران. خلينا نسمي الاشياء لانه انا جايز بالكلام، لانه من تشوف انه الاستيراد مالتك الغاز انه دائما تكون انت بحاجه اليه، والجاره ايران هي اللي تكون الضخ تزودك بالغاز. انا همنا محتاجه غاز يعني في الذروه، انه في الصيف همعتها مناطق تريد تزودها، بالإضافة أكو 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 ضغط بديون سابقة وأمور يعني تحدث ودائما تصير بالصيف. أكو قرار سياسي بهذه المفصلية بالذات موضوع الغاز وإيران. أنا بس مو ما أريد أغادر مسألة هو اتهم وزارة النفط. إحنا وزارة النفط وزارة النفط. أنا أحكي لك على مستوى برنامج عددت لك كم من شخصية اللي أيضا اتهمت وزارة النفط، ومنهم ماجد حنتوش الوزير المستقيل الحالي. بس اسمحي لي، المواطن ما يصير انه احنا ما نخليه بواقعية. انا وين اريد اوديه؟ وين اجيبه؟ يريد هو كهرباء. يلا انطيني الواقعية. عندما انت تزود وزارة الكهرباء، انا وزارة الكهرباء، وزارة النفط هي وزارات سيادية تخدم المواطن. نقطة رصدة. والوزارتين فيها مناقضات من الداخل. ماكو مناقضات. انا هذا انا اعتبره مزايدات. بحديث السادة النواب. لا لا لا. تابعة لكتل سياسية اذا كانت الكهرباء او هذا الكلام بمزايدات كثيرة. اصحاب لك مرشح خش عندي انا. لا مو يمه. زين دام مو يمه. اللي جاي ينطرح. زين. بيجي يعني اجواء. تفضل. شحونه انه يرمون بالتهم على طرف على طرف. كمل. فمن انت تشوف انه وزارة النفط بالدليل القاطع وفرت المنتوج وامتلأت الخزين الفعلي في المحطات توليد امتلأت. كتب رسمية إذا عندي هسه بتليفوني أكو كتب محطات تقول أنا اكتفيت. يا وزارة النفط بعد يعني لا تزودوني. هذا لحد يا شهر لحد هسه بالأخير يعني الشهر السادس. زين. والقبلة وحاليا إذا هي شغلة مو منتوج. وزارة النفط عدت العدة إنه إذا الخط الإيراني للغاز إنه توقف حسبت حسابات بتوفير الوقود. هاي اليوم الخط الإيراني توقف. موجود الوقود. أنا بس موجود الوقود. سربدت. حسنا مالي على توقف الخط الإيراني. هو شقد يوفر؟ بسبب مديونية العراق. ست سحر. هو يوفر لنا 6000 زين. ميجا وات. طيب. 6000 ميجا وات. لا لا ليش؟ أي. هذا يعني شنو؟ يعني هسه هذا فندنا احنا حتى يعني ما يصير وزارة سجال. النفط ما يصير سجال. انا وزارة النفط بعيدة عن التهمة اللي توجهت الإعلامية. تسمحي لي، وفرت، انتبهي لكلامي، وفرت الوقود في محطات التوليد وخزاناتها ممتلئة ويوميا تزود 250 ألف لتر من الطاقة البديلة. هي شنو؟ زيت الغاز. زين احنا ايش قد ننتج؟ بس اسمحي لي، كلها مجتمعة جاي نوفرها لمن؟ لوزارة الكهرباء. أنت تتحدث الآن بوقت السيد إحسان، أم تتحدث بوزارات مثل حكومة عادل عبد المهدي وحكومة رئيس مجلس الإدارة؟ أنتم هسه من صارت المشكلة مشكلة الانطفاء التام. هذا الوقت الانطفاء التام هو مو سبب التوليد، مو سبب إذا كان عنده تساؤل التوليد والإنتاج.